والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا نادينا فكري، شكرا يوسف عبدين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدادا وإحدى شركات الهواتف الصينية المحمولة لإنشاء مصنع للهاتف المحمول في مصر بطاقة إنتاجية تقدر ب 4,500,000 وحدة سنويا باستثمارات نحو 20 مليون دولار. يأتي التوقيع في إطار المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات التي أطلقها الرئيس السيسي بهدف النهوض بصناعة الإلكترونيات كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعرض اللقاء سبل النهوض والارتقاء بقطاعي التجارة والصناعة وتذليل أي عقبات تقف أمام أصحاب المصانع. كما تطرق اللقاء إلى جهود تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية. رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا لوكالة موديز حول توقعاتها لآفاق نمو الاقتصاد العالمي. أشار التقرير إلى أن آفاق النمو العالمي ما زالت مستمرة في التراجع، وخاصة مع تشديد الأوضاع المالية في أعقاب تحركات البنوك المركزية لكبح جماح التضخم المستمر والواسع النطاق. وقد قامت الوكالة بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي بما يعكس التدهور الكبير في آفاق العديد من الاقتصادات الكبرى منذ بداية العام. فبعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% عام 2021، تتوقع الوكالة الآن أن يتباطأ نمو اقتصادات مجموعة العشرين إلى 2.5% العام الحالي، ثم 2.1% عام 2023. أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين موافقة الهيئة على تقديم منح الإقامات الخماسية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بما يسهل الإجراءات ويسهم في تحسين مناخ الأعمال. جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الهيئة للعام المالي الحالي. هذا وأشاد ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات بأداء الهيئة الاقتصادية طوال السنوات الأربع الماضية على التوالي، كما أشادوا باتباع الحوكمة في الأداء الإداري داخل الهيئة فضلا عن الإجراءات الدقيقة التي تتم في التعامل مع المستثمرين، خاصة بعد التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتطبيق خدمة الرقمنة للشباك الواحد لتسهيل أعمال المستثمرين. بحث وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع وزيرة الدولة للهجرة والشؤون المصريين بالخارج سهى جندي سبل تمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية للاستفادة من طاقتهم وخبرتهم الكبيرة لخدمة الاقتصاد القومي. وقال وزير التجارة والصناعة إن الوزارة ستقوم بموافاة وزارة الهجرة بقائمة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى استعداد الوزارة لإعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية التي سيتم تحديدها في إطار خطة عمل الشركة الجديدة. يحتل محصول القطن مكانة كبيرة في مقدمة اهتمامات وأجندة الدولة، وأكد رئيس البحوث بمعهد بحوث القطن ببني سويف عرفة بدري أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة تستهدف كافة المحاصيل والمنتجات الزراعية التي تتميز بها المحافظة وتمتلك فيها ميزات كبيرة. المزيد في سياق التقرير التالي. يا حلاوة عليك يا جميل.
كلمات يرددها فلاح ومزارع أرضنا الطيبة احتفالاً وابتهاجاً بمحصول القطن والمعروف باسم الذهب الأبيض. في صعيد مصر وتحديداً في محافظة بني سويف، عاد القطن إلى ريادته بين المحاصيل الصيفية بإجمالي مساحة منزرعة تقترب من 8000 فدان بمراكز وقرى المحافظة. وتتميز محافظة بني سويف بزراعة القطن جيزة 95، وهو من أجود أنواع القطن في العالم، وهو قطن طويل التيلة يحتل مكانة تصديرية عالية. طبعا المساحة بتزيد، وده بفضل عناية الدولة بالقطن ومزارعين القطن. فطبعا الدولة بتقدم لهم الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وتقدم لهم 3 رشات دوري، الرشة الأولى والرشة الثانية، وكل رشة بمبيد بيختلف عن الرشة الثانية عن الأخرى. يعني هذا الصنف يتميز بالإنتاجية العالية والتبكير في النضج والتصافي العالي، فبيحقق كل الأهداف اللي احنا نرجوها في أي صنف جديد يستنبط عن طريق مركز البحوث الزراعية. ارتبط موسم حصاد القطن بفرحة كبيرة لدى المزارعين بعدما قامت الدولة ووزارة الزراعة بتوفير الأسمدة والتقاوي، بالإضافة إلى عقد الندوات الإرشادية للمزارعين والتوصيات الفنية، بدءا من تجهيز الأرض وصولا إلى جني المحصول، ليحمل المحصول هذا العام بشرة خير للجميع. الحكومة مدعمانا بجميع ما بنحتاجه من أسمدة ومبيدات وإرشادات زراعية بقيادة رئيسنا اللي ربنا يبارك لنا فيه عبد الفتاح السيسي، والإنتاج الحمد لله عالي السنة، وإحنا بنستنى الموسم ده من السنة للسنة. الناس اللي هي شغالة أجيرة بترزق، وصاحب الزرع بيرزق، وكله بيرزق من فضل الله يعني. وتأتي زراعة محصول القطن في مقدمة اهتمامات وأجندة الدولة ضمن أعمال الخطة التنموية بالمحافظة الخاصة بالتنمية الزراعية، وتعمل المحافظة على تنفيذ خطة تستهدف كافة المحاصيل والمنتجات الزراعية التي تتميز بها المحافظة وتمتلك فيها ميزات كبيرة. إلى سوق المال، حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي في مرتفع مؤشرا إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 1,600,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 713,237,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10,434 نقطة، متراجعا بنسبة 35% ليغلق عند مستوى 10,397 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2,290 نقطة، مرتفعا بنسبة 55% ليغلق عند مستوى 2,300 نقطتين. وفتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3,279 نقطة، ليصعد بنسبة 29% ليغلق عند مستوى 3,289 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و31 قرشا للشراء و19 جنيه و38 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19 جنيه و43 قرشا للشراء و19 جنيه و51 قرشا للبيع. أما عن سعر الجنيه الاسترليني، فوصل سعره إلى 22 جنيه و41 قرشا للشراء و22 جنيه و51 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و25 قرشا للشراء و5 جنيهات و27 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5 جنيهات و13 قرشا للشراء و5 جنيهات و15 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، شهدت أسعار الذهب استقرارا، ليسجل نحو 1724 دولار للأوقية. محليا سجل عيار 18 نحو 956 جنيه. أما بالنسبة لعيار 21، فوصل سعره إلى 1115 جنيه، وهو الأكثر مبيعا، في حين سجل عيار 24 نحو 1274 جنيه. أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فوصل سعره إلى 8920 جنيه. أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على توقعاتها بشأن نمو قوي للطلب العالمي على النفط
في 2022-2023 مستندة إلى مؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى تحقق أداء أفضل من المتوقع على الرغم من عوامل غير مواتية مثل ارتفاع التضخم. وأكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أن الطلب على النفط سيزيد بنحو 3,100,000 برميل يوميا في العام الحالي ومليونين وسبعمائة ألف برميل يوميا في 2023 دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية.